يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم سينامون رول بالكراميل والبيكان. الوصفه جدا سهله ولذيذه جدا. راح احتاج الى قالب ونص زبده يكون 150 جرام، حبتين بيض كبيره الحجم، ثلث كوب بالاكواب المعياريه سكر، ملعقه كبيره خميره، كوب حليب دافي، وهنا تقريبا 3 أكواب ونص دقيق منخول، عليه رشة ملح وبس. هنا راح أحط بحوض العجن الخميرة والسكر والحليب وأخلطهم، وبعدين بخليهم شوي يتفاعلون، بعدين راح أضيف لهم البيض والزبدة ونخلطها مع بعض، وبعدين راح ننزل عليهم الدقيق بالتدريج ونعجن. البداية زي ما قلت لكم السكر مع الحليب الدافي، انتبهوا الحليب ما يكون مغلي، وبضيف له الخميرة، أخلطهم مع بعض وأخليهم يتفاعلون. بخليه شوي يتفاعل إلين يعطيني زي الفوم كذا والرغوة، وبعدين نضيف له باقي المقادير. أنا كان ممكن أخلطه برا بس قلت وشو له حاسة مواعين، نفس الزبدية ويلا. بعد ما بدأت تتفاعل الخميرة مع الحليب بضيف حبتين البيض، وحطيت عليها شوية فانيلا، ونضيف الزبدة يلا بوت اول، وبضيف عليها جزء من الدقيق ونخلط في البداية، وبعدين نكمل إضافة الدقيق بالتدريج. خلاص كذا العجينة خلصت، بس زدت شوي دقيق لأني حسيتها لينة، فإذا أنتم حسيتوا أن العجينة شوي لينة ممكن تزيدون دقيق، بس تكون لينة مو قاسي عليكم، يعني أنا بيها كذا. شلت العجينة من الزبدية ودهنتها زيت، والحين برجعها. أيوه العجينة لازم تكون ناعمة، فيعني طولون شوي بالعجن عشان تنعم معك. وبغطيها وبخليها بمكان دافي إلين تخمر، وعبال ما تخمر بسوي معكم صوص الكراميل اللي راح نضيفه للسينامون. نجي لصوص الكراميل، بحتاج الى سكر بني خاص بالحلويات اللي يكون رطب، بصور لكم اياه. شوي فانيلا، ربع كوب كريمة خف، والزبدة هنا 85 جرام، يعني لو جبتوا القالب ابوه 100 جرام ازود من 3/4 تقريبا. هذا كله بنحطه بالنار. وبعد ما اسوي الكراميل راح اضيف البيكان. تكسرون بعضه وتخلونه كذا بكبره على راحتكم، بس كونوا كريمين بالبيكان. نبدا نذوب الزبده على نار هاديه، احنا ما نبيها نار قويه ولا نبي الكراميل يطبخ، نبي بس نخلط كل المكونات مع بعض. اضيف السكر البني وشوي من الفانيلا وكريمه الخف، نخلطهم مع بعض على نار هادية. أعيد وأكرر، إحنا النار ما نبيها عالية ولا أبيها تطبخ، أبي كل المكونات تمتزج مع بعض، لأنه راح يطبخ في الفرن مع العجينة. تشوفون كل شيء يمتزج مع بعضه بسرعة لأن السكر البني رطب. الحين راح أصبها في الصينية. خلاص كذا جاهز، صينية مدهونة أصب الكراميل اللي سويناه كلبوه. ايوه بعد ما صبيت الكراميل ابدا ارش عليه من البيكان، بكسر جزء وبخلي جزء كذا كبير. خلاص وزعت البيكان فوق الكراميل، وكونوا كريمي زي ما قلت لكم، ترى مره لذيذه تصير لما يكون البيكان كثير. لحشوه السينمون بحتاج كوب سكر بني الرطب نفس الشيء، وملعقتين قرفه مطحونه ناعم، واللي يحب يضيف شوكولاتة مرة يضيف، أنا بضيف شوي، يعني شوكولاتة أحسها لذيذة صراحة بالسينمون، فحضيف تقريبا ملعقتين صغار أو ملعقة ونص كبيرة اللي تحبون. وطبعا أساس السينمون الزبدة، فلازم تكون بحرارة الغرفة لينة عشان لما تجون تدهنونها على العجينة ما تتقطع معاكم العجينة، انتبهوا للنقطة. نخلطهم مع بعض عشان نجهزها. خلاص الحشوة كذا جاهزة، لما خلطت السكر البني مع الشوكولاتة والقرفة. هذه العجينة بعد ما خمرت
الحين بفردها بحيث انها تكون سميكة ما تكون خفيفة، لان اذا كانت خفيفة بتصير كذا ناشفة عليكم بالفرن. فردت العجينة بحيث انها تكون سميكة ما تكون خفيفة عليكم، وبدهن العجينة بالزبدة الذايبة. زبدة ما تكون مذوبة على النار، يعني تكون ذايبة من حرارة الغرفة. مردغوها مردغة، لا منكم مردغتوها بالزبدة. تحطون خلطة السكر مع القرفة والشوكولاتة، بس تجنبوا الأطراف. حطيت الحشوة وضغطتها كذا بيدي عشان أثبتها، بس شوفوا لاحظوا اني تجنبت الطرف، خصوصا الطرف الاخير عشان هو اللي حيلصق لي العجينه. وبسم الله نبدا نلفها رول كذا بهداوه، انتبهوا عشان ما تتقطع معكم. بسم الله لفيت رول زي ما تشوفون وجبت الخيط. يلا تحطون في النص كذا ترفعونه حيث يتقطع معكم احسن من السكين. عشان تكون مقاسات السينمون واحدة قصيت من النص، بعدين حقص هذه من النص. يلا هداوة تنقطع، شوفوا شلون كل سهولة تنقطع. قطعنا هذولي، بعدين راح أخذ رولاتي وأصفها فوق الكراميل. صفيت الرولات وتضغطون كذا عليها باليد بريس بريس عشان يشوفون زي كذا. نخليها شوي قبل ندخلها الفرن. بعد ما خليت رولاتي ترتاح شوي وتخمر زيادة بدخلها فرن ساخن على درجة حرارة تقريبا 150 إلى 160، وأخبزها وعيني عليها. ما تأخذ لها وقت، بس تخلص أقول لكم كم أخذت. حطيت الصينية بالفرن واستودعتها لله. خلص السينمون، طبعا راح اقلبها بصحن التقديم. الوجه اللي تشوفونه حيكون تحت والكراميل هو اللي فوق، بوريكم الحين. ونقول بسم الله ونرفع الصينية. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الصينية فاضية ما لصق بها ولا شيء، كل الكراميل هنا. شوفون صوص الكراميل مع البيكان كأنه جاهز ما شاء الله. شفتوا شلون سهل وما يبي له شيء، وبنفس الوقت يواجه. أبي أشوف أقوى التطبيقات عليه. وبالعافية.